سجل بسلة ايفون جونسون بالوقت يعني افابرا بيعمل يعمل درايف اتجاه الثالي اف 1 حط عند ابشو على لوبوز جاء ايفون جونسون بيعمل الموف بيحاول يسجل بايده الشمال وبينجح روبرتس يلي سجل من جديد فرق ثلاثه لبيروبا تيرستوغن بيحاول يعادل الارقام وبينجح بهالامر باول ثلاثيه بمباراه اليوم في كانت النتيجة على الملعب بالتحديد تنين الماضي بالوقت يلي ترال بيلاقي الشوطة على المسافة المتوسطة وبريان بالوقت يلي ايفن عم يسلم صباح منه لعند مايك عم ياخذ محاولة من بار مايك افابرا ترال صار عامل خمس نقاط عم ياخذ شوطة من مسافة كثيرة بعيدة لا 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 يا ترال ستوغلن روح السلة ترال وجد كوستي دفاع كثير منيح من كوستي كثير منيح دفاعه لكوستي لكن ترال انستوبابل عم يكون ترال بحاول يربي اتجاه السله لصباح خوري بيلاقي الويك سايد مع صباح يا سله ما بيسجل ايبالوين روبرت ابشو بحط عند كوستي منه لعند فؤاد عنادي بالاوبن شوت العنادي لعند باتريك بفاست بريك مثاليه عم تروح مع مايك افابرا شو تايم مع الريباوند رقم 8 لمايك افابرا وعنده 12 نقطه بالوقت يلي ترال ترال يا فؤاد عنادي ايضا البرت زينوب بالانطلاقه السريعه من ورا ظهره حلو كثير يا البرت زينوب من فوق ابشو ما بيسجل البرت بالانطلاقه السريعه لالي غالب يلي بنفترض يروح بالايزي لاي اب لانه قرر يا بولد فيبرا يلي غير كثير بروح الحكمه بهالمباراه ببدايتها بوقت يلي البرت زينوب مايك شاف مايك شو عم يطبخ لميروبا حاليا شاف عم يطلع على السله وفريق الحكمه البرت زينون عم يستلم من برا بحط روبرت ابشو على اللو بوست بمواجهه ايفن جونسون بايده الشمال خطأين على ايفن جونسون بالوقت اللي جون بوهانا بيستلم على العبوري عم يطلع وعم بيسجل جون بوهانا هي فابرا فابرا بيطلعها لعند العبوري مره جديده بياخذ شوطه بشير العبوري من جديد بالفاست بريك السريع مايك فابرا لعند تيريل ستوغلن ستوغلن وايفن جاي بيحاول يرد بنفس الطريقه ما بيسجل ابشو بياخذ اوفاس فريبو وبطريقه جميله جدا عم يعمل دبل شو على ارض الملعب لكن اليوم عم يستعرض استعراض معه مايك افابرا كامل وقت يعني كوتي اوتسي بيقدر يسجل ايمانويل جونز صعب على اي جي كانت لكن ما بيستسلم ابدا ضيعت التقدم ستوغلن انه يدخل على السله ويسجل على بحط عند ايمانويل جونز نجح ايضا ايفن جونز رايح للسله لوحده بوجهه ابشو باسكت الا ايفن جونسون بعده مستمر ميروبا بالزون ديفاس بالوقت يلي دايما حدا عم يلعب فول دي لاي على تيريل ستوغلن بوهانن بحاول يرد من برا ما بيسجل جون بوهانن انما الفولو من روبرت اب كوستي اوتسي عم يطلبها من برا بيحصل عليها كوستي وبياخذ الشوطه بشكل سريع وبسجل كوستي اوتسي ميروبا تشوفي رح ياخذ الشوطه السريعه بالنسبه للفريق السلواني كوستي هو يلي بيقرر ياخذ الشوطه ما بيسجل كوستي